بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله راح يكون في عندنا بداية لوحدة جديدة. الوحدة هاي الجديدة هي الشغل الرئيسي لنا اللي هو المادة. عنوان الشابتر هذا راح يسولف لنا عن عملية المراقبة للشبكة وعملية التقييم، عملية المراقبة وعملية التقييم. رايحين ناخذ الجزء الخاص باللي هي عملية التصميم والتخطيط لإيجاد شبكة فعالة. في عندنا رايح يكون المضامين اللي رايحين ناخذها اللي هي تعريف للنتورك وشو يعني تصميم شبكة، وفي عندنا رايحين ناخذ واحد من الميثودولوجيز اللي نحن بنستخدمها في عملية التصميم اللي هي توب داون ابروتش نتورك ديزاين، وفي عندنا ايضا اللي هو نتورك ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي دورة الحياة اللي بمر فيها عملية التصميم والتطوير للشبكة، وايضا رايحين ناخذ اللي هي عملية تحليل للديزاين ميثودولوجي اللي احنا اخذناها توب داون ابروتش، او اي تصميم ثاني احنا رايحين نشوفه وانتم رايحين تقدموه. واحد من الميثودولوجي اللي رايحين تستخدموها في عملية التصميم بالشابتر اللي بعديه. في عندنا النتورك ديزاين او النتورك بشكل عام، قلنا النتورك هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة متصلة مع بعضها البعض بوسائط لا سلكية أو سلكية، والهدف من وجود هاي الشبكة هو تبادل المعلومات ما بين الأطراف المكونة للشبكة. أيضا مش مبين عنا أي شيء. مبين دكتور، مش عاملها شير. شو هي اللي مش عاملها شير؟ شاشة. لا تمزحوا. لا تمزحوا. لا صادقين. لا من صادقين. طيب اذا قلنا انه الشبكه هي عباره عن مجموعه من الاجهزه متصله مع بعضها البعض. هاي الاجهزه بتكون مربوطه مع بعضها البعض سلكيا او لا سلكيا. الهدف منها اللي هو الاتصال ما بين الاجزاء المختلفه للشبكه. في عندنا ممكن انه ننظر للشبكه من ناحيتين مختلفات في عمليه التصميم. النظرة الأولى ممكن تكون باللي هو إدارة الشبكة والأمور التقنية للشبكة. بالنسبة للمانجمنت فيو، بنقول إنه الشبكة هي عبارة عن المظلة اللي بتحتوي على عدد كبير من الخدمات اللي بتقدمها لعملائها، وبالتالي بنقول انه اليوزرز اللي بتكون تستخدم الاجهزه والاجهزه اللي هي المكون الرئيسي للشبكه، الطرفين تبعين المعادله هذول اللي هو الكمبيوتر واليوزرز اللي وراء الكمبيوتر. طبعا لما نقول كمبيوتر احنا بنقول مختلف انواع الكمبيوترات، يعني لما نقول لابتوب، لما نقول بدا، ايبود، كلنا دول احنا بنعني بهن اللي هي الكمبيوتر. سمارت فون برضو الان جزء من انواع الكمبيوترات. اذا نعني بالكمبيوتر زائد اليوزرز اللي بيستخدموا هاي الكمبيوترات باعتبار على انهم عملاء في النتورك يوتيليتي. والنتورك يوتيليتي قلنا هي عباره عن المظله اللي بتقدمها الشبكة من جميع أنواع الخدمات لمين؟ لا اللي هو العملاء أو الكاستمرز بالإنجليزي. الآن إذا بتلاحظوا عندنا بالشبكات دائما عدد
المستخدمين للشبكة في ازدياد. ايضا يكون اللي هو عدد التطبيقات اللي قاعدة تستخدم في الشبكة برضو في ازدياد. يعني اذا مثلا ناخذ مثال اللي هو الجوجل. الجوجل في بدايته كان عبارة عن اللي هو one application، بعدين مباشرة صار two application. الآن في عندنا حوالي الرئيسيات، طبعا احنا نسولف عن الرئيسيات، في عندنا حوالي 273 application. معناته عدد الابليكيشن اللي موجودة داخل الشبكة اللي بيستخدمها الكاستمرز قاعدة بتزيد، والزيادة مضطردة، يعني زيادة بتأخذ منحنى عمودي في الرسم البياني. بنفس الوقت إذا بتلاحظوا أنه عدد مستخدمي الإنترنت ما بين عام 1900 مثلاً 93 97 2000 2010 2020، عملية الإزدياد عملية مضطردة جداً، عملية مضطردة جداً وهائلة جداً. بمعنى آخر أنه الطرفين هذول قاعدات بزيدن بشكل اللي هو بس شوية نشوفها برد أرجع لكم إن شاء الله. طيب قلنا أنه النتورك is a utility، قلنا هي عبارة عن مظلة بتقدم لنا خدمات مختلفة، وقلنا انه بكون الكمبيوترز واليوزرز تبعينهم هم عباره عن عملاء لليوتيليتي هاي، هم اللي بيستخدموا الخدمات المختلفه اللي بتقدمها الشبكه. قلنا ايضا انه لازم تكون الشبكه عندها القدره في مواكبه الانفلاميشن اللي هو التوسع بالعدد اليوزرز زائد الابلكيشن اللي لازم تكون داخل الشبكه. ايضا اللي هو الريسورسز اللي احنا بنستخدمها داخل هاي الشبكه مشان عمليه ابقائها باداء عالي، مشان عمليه اداره الشبكه والريسورسز طبعا بتكون مختلفه لاي شبكه من اللان وحتى نوصل للانترنت. الان هاي الخدمات اللي يتم تقديمها من خلال اللي هو النتورك يوتيليتي، إذا بتلاحظوا إنه معظم الخدمات هي not free. not free يعني إنه استخدام ال resources، استخدام ال applications كلها هاي لازم تدفع لها حتى تحصل على الخدمات. على سبيل المثال عندنا إحنا نستخدم الواتساب والفيسبوك. إذا كنتوا بتتذكروا انه قبل فتره كانوا بدهم يحطوا رسوم على الفيسبوك والانترنت. بلاد ثانيه الانترنت والفيسبوك لازم تدفع لهم حتى انه انت تشترك بالخدمه هاي. مثال ثاني في عندنا على الجوجل، لما احنا بنستخدم بعض الابلكيشن بعطيك مثلا فري اوف تشارج فور 1 مانث او فور 1 ويك، وبعديها حتى تحصل خدمه الابلكيشن هاي لازم انه انت تدفع المقابل هاي الخدمه اللي انت بتتقدم اللي هي انت بتستخدمها. هاي الجزء الاول من المانجمنت فيو للشبكه اللي قلنا هي عباره بتتكون عن مجموعه من الاجهزه مرتبطه مع بعضها البعض مشان تقدم لنا الاتصال. لما نقول تقدم لنا الاتصال معناته صار في بين مقدم الخدمه وما بين اللي هو الكاستمرز اللي بيستخدموا اللي هو هاي الخدمه، لازم يكون في عندنا عملية تبادلية ما بين المرسل وما بين المستقبل، مقدم الخدمة زائد المستفيد من الخدمة، كل هذول بكون ضمن اليوتيليتي تبعت اللي هي النتورك. اليوتيليتي طبعا ننظرها بمنظور ثاني، انه احنا قلنا انه هي to get the benefit of the application لازم انت تدفع. لكن إن منظور ثاني بنقول انه الاورجنايزيشن اللي بتقدم لنا هاي الخدمه بالمحصله ممكن انه ما تكونش الاستفاده لها كبيره، ممكن انهم ما يحصلوش اللي هو منافع ماليه كبيره. السبب في ذلك انه اللي هو الاكسبنس اللي بينفقوها في عمليه انشاء
عملية الإنشاء لأني أبليكيشن لما يكون في عندنا تيم مثلاً بالمايكروسوفت أو بالجوجل، التيم هذا بتقاضى رواتب هائلة جداً، وبالتالي بيكون اللي هو البينيفيتس اللي بتتقاضاها الشركة من المشروع هذا ومن الأبليكيشن هذا بتكون شبه معدومة. للبرودكتيفيتي اللي هي الامبروفمنتس، عملية اللي هي المنتج اللي قاعد بتنتجه الشركة، المنتج لأي منتج من الابليكيشنز اللي احنا مستخدمها على الانترنت، بصير في عندنا عملية فحص واختبار قبل اللي هو استخدام هذا الابليكيشن، او بيكون في مرحلة تجريبية بمر بها هذا الابليكيشن. برضو هذا الفترة بتكون with no benefits اللي هو للorganization، هي عبارة عن فترة تجريبية، زي لما نقول انه انت بتستخدم for one week or for one month for free، واذا عجبك التطبيق بتدفع. فالفترة اللي احنا استخدمنا بها الابليكيشن هاي كانت with no charge، ما for free. عملية التصميم لأي ابليكيشن او للشبكة نفسها، هذا لازم يتبعه اللي هو عملية تخطيط مسبقة لمين بدهم اللي يستخدموا هاي الشبكة، وشو الداتا اللي رايحين يتبادلوها، أو شو الابليكيشن اللي هم مهتمين في عملية استخدامها. يعني على سبيل المثال لما احنا بنقول بدنا نسوي شبكة داخلية بين المستشفيات مشان نستخدم اللي هو برنامج الحكيم، الآن عملية التصميم هاي مرت بمراحل مختلفة حتى يتم تطبيقها على الشبكة، وقلنا أنه الشبكة هاي هي تتضمن فقط المستشفيات، سواء كانت مستشفيات حكومية أو مستشفيات عسكرية أو مستشفيات خاصة. إذا إحنا بدنا نربطهم كلهم مع بعضهم البعض بشبكة، عملية التصميم لهاي البرامج بتتم أول شيء اللي هو من ضمن فريق متخصص بالسوفتوير. اثنين، لازم يكون في عندنا عملية تيستينج، لازم يكون في عندنا عملية اللي هي بعديها مباشرة التطبيق التجريبي، بعدين تطبيقها على اليوزرز الرئيسيين اللي هم الدكاترة والممرضين والإداريين داخل المستشفيات. إذا كان أبليكابل بعدين بصير في عندنا اللي هو تطبيق مع اللي هو الكاستمرز اللي هم المرضى اللي بيستخدموا هذا التطبيق من خلال وجودهم داخل هاي المستشفيات. إذا لازم يكون في عندنا إدارة لعملية الديزاين بحيث أنه يمر بسلاسة بجميع المراحل اللي لازم نمر بها حتى يصير available للكاستمرز اللي بيكونوا أصلا مخصصين على نوع من أنواع الشبكة. وهذا ينطبق أيضا على اللي هو إذا كنا في بدنا نسوي application in general للورد كامل للعالم globally، يعني فلازم يكون في عندنا اللي هو تخطيط بشكل أكثر سلاسة وأكثر صرامة بنفس الوقت، بحيث أنه بالنهاية إحنا قلنا أي شبكة موجودة عندنا أو أي أبليكيشن موجود عندنا، الهدف الرئيسي إله اللي هو إرضاء الزبائن من الخدمة اللي بتقدمها الشبكة. عملية الإرضاء بتتم من خلال إنه البيرفورمانس يكون عالي. لما نقول البيرفورمانس يكون عالي معناته الديلي يكون عندنا قليل، مستوى مقبول. ايضا لازم يكون في عندنا اللي هو عمليه فقدان الداتا اللوس قليله، بحيث انه يؤدي البرفورمانس تبعنا الاداء الشبكه تبعتنا مع الابلكيشنز الموجوده عندنا انه يكون مرضي للعملاء اللي بتعاملوا مع هاي الشبكه واللي بتغطيهم اليوتيليتي تبعت النتويرك. في عندنا اللي هو هاي من ناحيه المانجمنت فيو. من ناحيه التكنيكال فيو، من ناحية التكنيكال فيو قلنا انه الكونكشنز الموجودة داخل الشبكة هاي واللي بتسوي لنا عملية كوميونيكيشن ما بين الأطراف اللي موجودة او المكونة للشبكة مشان تقدم لنا اللي هي الخدمة. اوكي، اذا هذول الأطراف الثلاث الرئيسيات في اي شبكة من الشبكات واللي بتتكون من أجهزة مختلفة فيزيكال يعني. بينما تكنيكالي احنا بنسولف عن الكونكشنز يعني الميديا اللي بتنتقل بها الداتا، بنسولف عن الكوميونيكيشنز اللي هي البروتوكول المنظم لانتقال الداتا من والى، وايضا شو الخدمات اللي بتقدم لنا اياها هاي الشبكه.
بتفصيل اكثر بالنسبه للكونكشن. عمليه الكونكشن هاي يتم تقديمها من خلال اللي هو الهاردوير اللي بتسوي لنا عمليه اتصال الربط ما بين اجزاء المختلفه للشبكه. وقلنا منها اللي هي اللي اخذناها بالفصل الاول اللي هي مثل الراوتر والسويتش والهب زائد الكمبيوترز، بالاضافه ل اللي هو الواير والوايرلس ترانسبورت ميكانيزم بمختلف انواعه. في عندنا اللي هو الكوميونيكيشن بروتوكول. الكوميونيكيشن بروتوكولز عاده هي عباره عن سوفت وير. اوكي، هاي السوفت وير هي عباره عن لغه مشتركه ما بين تو سيستم مشان يسوي لنا عملية الاتصال ما بين الأطراف المختلفة للشبكة. أمثلة على البروتوكولات اللي إحنا بنستخدمها زي TCP/IP اللي هي الإنترنت والويندوز NT. في عندنا الـ IPX والـ SPX اللي هي Novel Network 4 والـ Apple Talk والـ Other Network Operating System اللي بتكون موجودة مشان تسهل لنا عملية الاتصال. الآن السيرفيسز اللي هي المغزى الرئيسي من وجود الشبكة مشان تقدم لنا خدمات. الخدمات دائما ما بتقدمها، بتقدمها للكاستمرز. من هم الكاستمرز؟ اللي هو اليوزرز والكمبيوتر، اليوزرز اللي بيكونوا موجودين خلف هاي الكمبيوترات. من الأمثلة على الابليكيشن اللي احنا بنستخدمها مشان تقدم لنا السيرفيسز، في عندنا اللي هو التلنت، في عندنا الاف تي بي، في عندنا الاتش تي تي بي والاس ام تي بي. طبعا التلنت اللي هو الابليكيشن الاتصال عن بعد، الاف تي بي اللي هي فايل ترانسفير بروتوكول نقل الملفات بمختلف انواع البرامج اللي احنا بنستخدمها مشان عمليه نقل الملفات، لانه في عندنا اكثر من تطبيق بامكاننا من خلاله احنا نسوي عمليه اللي هي الاف تي بي. في عندنا الاتش تي تي بي الابلكيشن الرئيسي اللي انتم مثلا لو فتحتوا على الجوجل بتلاقيت انت حطيت اللي هي الاتش تي تي بي نقطتين سلاشتين وبعدين بتحط اللي هو اليو ار ال تبعتك اللي انت بدك تبحث عنها اللي هو السيرش انجن. والاس ام تي بي اللي هو السمبل بروتوكول مشان عملية اللي هي تبادل الإيميلات بمختلف أنواع، سواء كان الياهو أو الجيميل أو أي نوع ثاني آخر. هاي بالناحية اللي هو التكنيكال فيو لتعريف لما نيجي نعرف اللي هو النتويرك مشان استخدامه في النتويرك ديزاين. في عندنا التراديشنال نتويرك ديزاين بيست بيعتمد اعتماد رئيسي على قوانين عامة. من القوانين العامة قانون اللي هو 80/20. قانون 80/20 هو عبارة عن قانون إداري، قانون إداري. طبعا هذا تم إيجاده بالقرون الوسطى من قبل شخص مزارع لاحظ انه 80% من انتاج العسل بالمزرعة تبعته فقط بتقدمه 20% من اللي هو النحل بسموه النحل الشغال، لكن باقي النحل اللي موجود داخل الخلية تبعته كان مساهمته في عملية انتاج العسل خفيفة جدا. كيف بنطبقه في حياتنا اليومية هذا القانون؟ على سبيل المثال أنت بتعرف مجموعة من الأصدقاء، المجموعة من الأصدقاء جزء منهم أظولا أنت بتستفيد منهم بيستفيدوا منك، بتتبادل خبرات مع بعض كل بعض. لما تكونوا موجودين مع بعض كل بعض بتكون يعني الوقت ممتع معاهم، هذول بيمثلوا نسبة 20%. وباقي المعارف بحياتك اللي هو ممثل 80%، طبعا الرقم قد يزيد قليلا او ينقص قليلا، لكن
ال 20% هذول هم اللي بيقدموا لك 80% من الاكتيفيتيز اللي انت بتستفيد فيها من حياتك اليوميه، والباقي هذولا بيكونوا عباره وجودهم يعني قد تستفيد منه وفي معظم الاحيان ما بتستفيدش منه. طيب شلون بدنا نطبق هذا القانون على النتورك ديزاين؟ في النتورك ديزاين لما يكون احنا هدفنا الرئيسي ارضاء الكاستمرز اللي هم العملاء اللي بتعاملوا مع الشبكه، الان القانون اللي احنا بنعتمد عليه قلنا النسبة 20 على 80 قد تزيد او تنقص، لكن حتى احنا نحصل البيرفورمانس العالي تبعنا للشبكة بمقدار 80% يزيد او ينقص، لازم احنا نقدم خدمات بمستوى 20%. يعني لنفترض انه احنا قاعدين بصالة، والصالة هاي يفترض انه نقدم ليهم للكل يعني اللي هو خدمة الانترنت. الان في ناس موجودين داخل الصالة مثلا لو نفترض انه صالة فيها كونفرنس، 20% منهم اذا بنقدم لهم 80% من الخدمة من اللي هي خدمة الانترنت، يعني الانترنت بيكون واصل عندهم الأداء، هذه الشبكة بتكون عالي جدا لغاية 80%، إحنا بنقول إنه أدينا اللي هو نهاية إلى إرضاء الكاستمرز اللي موجودين عندنا داخل هاي الكونفرنس روم. شلون؟ الآن الكونفرنس عادة بيكون في اللجان الرئيسية، وبكون في عندنا السبيكرز، وبكون في عندنا اللي هو البارتيسيبنت الناس اللي بدها تقدم الأوراق النقاشية تبعتها. الآن إذا إحنا ركزنا على اللي هو الفروع الرئيسية اللي هو السبيكرز والتكنيكال ريفيو، الهوست الرئيسي اللي موجود عندنا بالقاعة، معناته بنسبة 80% فما أعلى أو أقل، معناته إحنا حصلنا على إرضاء جميع الناس الموجودين والمهمين داخل هاي الكونفرنس روم. ايضا القانون الثاني انه احنا لازم نعرف شو الادوات اللي احنا بدنا نستخدمها داخل الشبكه. يعني على سبيل المثال استخدام البريدج اخذناه بالفصل الاول وعرفنا شو استخدام البريدج. الان اذا كان بيكفينا استخدام البريدج ومش بحاجه انه نستخدم الراوتر، ما بنستخدمش الراوتر، نستخدم فقط البريدج. وقلنا البريدج له مميزات كثيرة أخف من الراوتر من حيث اللي هو الفانكشناليتي، من حيث الديلي، من حيث البرايس اللي هو السعر. إذا بنستخدم البريدج. الآن عملية التعامل مع السكالابيليتي والكومبلكسيتي. السكالابيليتي اللي بدي تعرفون إياه زي ما قلنا في عندنا مصطلحات رئيسيات تنتين، الباندويث والثروبوت، تحفظونا شو هن. الاسكالابيليتي انه يكون في عندنا قدرة للشبكة على استيعاب عدد اكبر من اليوزرز والابليكيشن، يعني عندها القدرة على تطوير نفسها في انها تستوعب عدد اكبر من اللي هو اليوزرز، وايضا يعني اكستنشن يعني اكسباند يعني تمدد الشبكه بزياده عدد اليوزرز الموجودين داخلها زائد الابلكيشن. هاي اللي هي السكيل او السكالابيليتي. الان الكومبلكسيتي إذا بتلاحظوا قلنا بالشابتر الأول إنه إحنا بنسوي عملية سيجمنتيشن للشبكة مشان نخفف من الكومبلكسيتي تبعت الشبكة. الكومبلكسيتي إنه يكون عدد الناس اللي قاعدة بتسوي عملية اتصال أو بتحط الداتا بالميديا، بتكون لما نسوي لها عملية سيجمنتيشن بتكون أقل، بالتالي بيكون الكوليجن دومين أخف، بالتالي بيكون الديلي أخف، ايضا بكون اللي هو الفقدان اللوس، الفقدان الداتا بكون اخف. الان اذا اخذناها كوحده واحده
مع زيادة السكالابيليتي يعني زيادة عدد المشتركين داخل الشبكة هاي معناته الكومبليكسيتي بدها تزيد. معناته احنا ما بنقدرش نجمع بين التنتين هذول ونحقق هنا التنتين، انه نخفف من الكومبليكسيتي ونزيد من السكالابيليتي. هذول القوانين الثلاثة الرئيسيات اللي هي في عملية التراديشنال نتورك ديزاين. الكاباسيتي بلانينج اللي هي عملية المحافظة على الباندويث انه يكون كافي بحيث انه يكون الثروبوت عندنا من جميع المشتركين بالشبكة بيقدر يستخدم الباندويث هاي بكفاءة عالية. عملية الديلي قلنا في عندنا عدة انواع من الابليكيشن. في عندنا نوع من الابليكيشن يتحمل ديلي بسيط. في من الابليكيشن زي البث الحي والمباشر للمباريات لللايف، هذا ما بتحملش تأخير. مثلا ارسال الايميلات ممكن انه يتحمل ديلي بسيط. هاي اللي هي الكونسيدريشن او الاعتبارات او الاوبتمايزيشن للديلي في عملية ارسال واستقبال الداتا. عملية اللي هي الجارانتي للسيرفيس كواليتي اللي هي بتأدي الى البيرفورمانس تبع الشبكة، برضو هاي من التراديشنال نتورك ديزاين رولز. في عندنا اللي هو الـ RMA اللي هو الـ Reliability, Maintainability and Availability. Reliability إنه كل ما زاد الـ Performance تبع الشبكة Reliability تبعتها بتزيد. شو يعني Reliability؟ Reliability يعني ما يكونش في عندنا تأخير في الداتا، ما يكونش في عندنا ضياع بالداتا. هذول الثنتين تعتمد عليهم اللي هو العنوان الـ Reliability في الشبكات. المينتبيليتي اللي هي عملية إذا بتلاحظوا قلنا لما يكون في عندنا خلل في جزء من الشبكة الأدمن بقوم بفصل هاي الجزئية لفترة وجيزة بقوم بإصلاح الأخطاء، فلازم يكون في عندنا اللي هو اعتبارات بسيطة جدا لعملية الريلايبيليتي والمينتبيليتي والأفيلابيليتي إنه تكون دائما الخدمة متوفرة للكاستمرز بأي وقت بدخلوا فيه على الشبكة. يعني أنت كمستخدم للنتورك إذا بكون في عندنا الإيميل تبعك أنت بتستخدمه مثلا دقيقة عشر دقائق نص ساعة باليوم، باقي اليوم أنت ما بتستخدمش الإيميل، فالأفيلابيليتي هاي اللي هي عملية توفر. في عندنا برامج أخرى لازم تكون اللي هي خصوصا البرامج اللي تطبق بالسيرفرات لازم تكون 24 ساعة باليوم، 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع إلى آخره، يعني بتكون متوفرة على طول اللي هو الوقت. الابليكيشن كاركترستيكس في عندنا مثلا الانتراكتيف تيرمينالز، المسج لينك شورت، المسج arrival rate وصول اللي هو المسج هاي لو، الديلي نيد يعني الديلي هل هو ضروري او مش ضروري انه يكون ديلي، الميديوريت متوسط، الريلايبيليتي نيد قلنا الريلايبيليتي نيد اللي هو اللوس ميل اللي بيعتمد على اللوس الداتا very high. في عندنا another application اللي هو الفايل ترانسفير اللي اخذنا اللي هو الـ FTP مثلا مثال عليه، المسج لينكت بتكون very long طويلة، المسج arrival rate very low و delay very low و reliability need تكون very high. ال high resolution graphics المسج length بتكون very long والمسج arrival rate